العيد بقى خلاص على الابواب، عايزه اسالك اول عيديه خدتيها كام وعملتي بيها ايه؟ يا ده من زمان قوي مش فاكره طبعا. في تونس دينار، هي لسه دينار. ممكن يعني اخري مثلا كان 10 دينار ما يعادل 5 دولار مثلا، يعني ده رقم بالنسبه لي لما كنت صغيره، ده كان بالنسبه لي رقم. اشتريتي بيها ايه ولا عملتي بيها ايه؟ لا انا مش اكيد انا مش فاكره، بس اكيد اشتريت بيها حلويات عشان انا بعشق الحلويات. اول عاديه يعني يمكن كانت 10 قروش بتهيألي، ربع جنيه حاجه كده، من الحاجات التي لا تذكر. عملتي بيها ايه؟ اعتقد جبت بيها شمعدان. اول عاديه فاكرها يعني كانت العشرة جنيه دي، اللي هي كانت الجديدة قوي دي، دي كانت وقتها رقم يعني، رقم يعني. بس طبعا وانا صغير مش فاكر حاجات، بس اللي انا ابدأ افتكره هي كانت ما كناش بنعلى عن الخمسة العشرة جنيه، اللي هو بنلمها بقى من خالاتي وخلاني والحاجات دي يعني. ابو 20 جنيه ده بقى كان ليه معزة لوحده عندنا بقى، ده حبيبي قوي بقى، خاله حبيبي بقى، فاهمة ده يعني. بس ده وانا صغيره مش فاكره، يمكن 10 جنيه ومش فاكره جبت بيها، اكيد حاجات حلوه او ما مش فاكره يعني، بس كده اكيد.